يعني من يقرأ، يعني يقرأ التراث العربي الإسلامي، هناك ثلاثة خلفاء أسسوا الدولة اللي هنون عمر وعثمان وعلي، ماتوا مقتولين، ماتوا قتلا. طيب ألا يطرح هذا سؤالا على المسلمين الذين يقرؤون هذا الماضي؟ وهناك رواية تقول إن حتى الخليفة الأول أبو بكر مات مسموما من طبيبه الخاص. ثم الحروب التي تلت يعني رافقت هؤلاء الخلفاء المؤسسين، من حروب الردة إلى حرب الجمال إلى حروب معاوية وعلي إلى آخره، ثم الحروب بين العباسيين والأمويين. يعني إذا درست التراث العربي ستجدين أن الحرب العربية لم تتوقف على الإطلاق أبدا، وأن هذا التاريخ الذي نقرأه اليوم هو تاريخ السلطة وليس تاريخ الحياة اليومية أو حياة الشعب.